ان شاء الله الف مبروك يا ما شاء الله 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 على الجمال ما شاء الله ان شاء الله يا ام سعيد بتفرحي باولاد وبلادها يا امين امين بوجودكم بوجودكم الله يخلي لي اياكم الله يسلمك رشيدة جاهزه يلا 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 على علم بتشوفي ولاده يا رب الله يبارك فيك ان شاء الله الله يبارك فيك الله يبارك فيك يا رب ان شاء الله وين بتضيعها وين اختفي ما صدقت على الله انت شافت وحده بتعرفها وبتقربها من شو الله يبارك فيك يا رب كل 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 اكيد عم تحكي علينا روحي شوفيها وينها شوفيها ما تخافي عم اقول لك روحي شوفيها روحي بدلي اواعيك حاضر انام ألف حمد وشكر إلك يا رب يلي سترت لي على بنتي وسترت علي وعلى جوزي من الفضيحة روحي ربي يسعدك ويهنيك يا بنتي مع هالابن الحلال ويعطيك ليرضيك
نامي يا رشيدة نامي، ما في عندي شيء لك قبل ليلة عرسك إلا أنك رح بتعيشي معي مثل الأغراب لبين ما الله يفرج علي وعليك. حق معك تتركني وتنام لحالك، أصلاً أنت تجوزتني شفا بس من شان تستر علي. بس معلش، يكتر خيرك يا غريب، يكتر خيرك. ومع هيك أنا رح أكون إلك خدامة لو شو ما عملت فيه. رشيدة يلا. صباح الخير يا مو، صباح النور. تقبريني بعد الشر عن قلبك. يلا عدي عدي جنب جوزك، يلا تقبريني. تفضل تقبرني. زي فضلك ما تعمي، يعني ما تواخذنا صهري، كسر الصفرة عنا يعني مو قد المقام. لا شو عم تحكي ما تعمي، خير الله كتير وكله نعمة، بس يعني وينو عمي، ما بده يفطر معنا؟ عمك إجا بكير، كسر الصفرة وحط راسه ونام، بتعرف شغله كل الليل. على خير إن شاء الله. سكر رغيف هنيدي رشيدة. تسلم هالإيدين ابن عمي. الله يسلمك. كلي رشيدة، ليش ما عم تاكلي؟ ليكني عم باكل، عم باكل. هاي الشاي تقبرني. مبروك يا عريس. الله يبارك فيك قداس، عبالك. عمره وام يوم. على راسي معلم. شو جاي تسوي هون؟ أنا جاي على الشغل معمي. جاي على الشغل؟ شي بدل ما تقعد مع حربتك ثلاث أربعة أيام جاي على الشغل؟ شو نسيان إنك عريس جديد؟ عريس جديد معلمي؟ خير غريب، في شي؟ لا ما في شي معلم، ما في شي. بس عافيني من القعدة مع النسوان بالبيت. قلت لحالي بنزل لهون بشتغل أريحني. إيه؟ انت حر، فوت لك انظبط الاكياس، جايني حمل جديد. ما امرك معناه. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. والله خايف كون ظلمتك يا غريب يا جوازي. ابن عمي يا ريتك اليوم اجيت وتغديت معنا، لاني كنت طابخت لك اكلة انت كتير بتحبها، ويمكن لك زمان ما لك اكلها. شو طبختي؟ اليوم طبخت لك كوسة محشي. انت طبختي كوسة محشي ولا امي؟ انا حفرتهم وانا حشيتهم، بس بصراحة هي طبقتهم. الله يعطيك العافية. حتلك تتعشى ابن عمي؟ لا لا تعذبي حالك. ما في عذاب ابن عمي؟
خلاص ماني جوعان، تعشيت برا. ابن عمي ليش لا تتعشوا برا؟ كنت تعال هون على البيت تتعشى معنا، تاكل معنا احسن من اكل السوق اللي ما بيشبع وما فيه بركه، اساسا ممكن تكون الاكله مو نظيفه. خلاص مره ثانيه. ابن عمي الله يخليك، خليني احط لك تتعشى معنا. قلت لك مو جوعان، شو ما عم تسمعي؟ بس يعني اذا بتعملي لي كاسه شاي من تحت دياتك بكون ممنونك. على عيني، بتأمر ابن عمي. الله يرضى عليك. الله يخلي لي اياك يا رب. عن طريق يا شاي.